بصراحة انبسطنا فيكم كثير. نحن منتشكركم من قلبنا. نحن رح نضل على تواصل معكم ورح نعمل المستحيل إنه اللي صار ما يتكرر. شكرا. نحن اللي منتشكركم كثير على استضافتكم. تضلوا بخير. العفو يا ابني. شو يا ابني؟ صرنا جاهزين؟ جاهزين سيدي. العالية قريبة، جنوب شرق 200 درجة. مجموعة أوغوز وقفوا الآلية. حاضر سيدي الملازم. لا تخافوا، هذا الزلمة معنا هورسيف. ما تاكلوا هم، رجال مسكين. تعرفوا يعني؟ ايه بعرفوا، دايما بيجي لعنا ببيعنا حلي وغراض وعصاير وقماش وكل شي بنحتاجه. أوغوز خلوه يفوت والكل يكونوا منتبهين. حاضر سيدي الملازم. تحركوا بسرعة. فتحوا عيونكم. حاضر سيدي النقيب. أهلا وسهلا، شرفتنا. كأنه عندك ضيوف؟ إيه ضيوفنا. أهلا وسهلا. فيني أبقى بضيافتكم؟ طبعاً. تعي يا بنت، تعي. سيدي العميد، محتاجينك ضروري بمركز القيادة. شو القصة؟ رصدنا حركة مهمة كتير. سيدي العميد، فرقة أوغوز وصلت. ايه؟ وهنن محاصرين بالكامة. شو هالحكي هاد؟ مجموعة كبيرة سيدي العميد. وصلني بالنقيب كرن ليك هلأ فوراً. يلا سيدي النقيب، شو أوامر؟ جمع لي المجموعة كلها، بدنا نطلع. حاضر سيدي النقيب. يا ملازم، تفضل. هاي شكرا. أنا ما بلبس طواق أبدا. لازم تجي معي بأسرع وقت. وليش بقى؟ الموضوع ضروري كتير.
سيدي، العميد تومرس معك. سيدي العميد. كارن ليك، اسمعني منيح شو رح أقلك. انتم محاوطين من كل مكان، لازم تلاقوا لحالكم مخرج تاني فورا. المكالمة ما أنا واضحة أو مشوشة. فاتور، لازم تطلعوا فورا بسرعة، ما في وقت، يلا طلعوا. سيدي العميد ما عم بسمعك بنوب، الإشارة ضعيفة. سيدي العميد، ألو ألو سيدي باتور. يا ربي، خليك عم تحاول لحتى تلقطه وخبره. لك هدول المسلحين، خبروا النقيب. ألو، عم تسمعوني شي؟ لازم أتصرف. دبر لي اتصال مع أنقرة، بدي أحكي مع العميد تومريس فوراً. تصرف. حاضر سيدي النقيب. اسمعي، أنا مشغول وأنت. الموضوع حياة أو موت، على سيارتي. سيادة النقيب، اسمع مني لو سمحت. سيدي النقيب، سيدي النقيب، سيدي النقيب. لو سمحت. سيدي النقيب.